السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد معانا تلقيح من جدي البور الأصلي ب 500 جنيه للأكل والرعاية فقط لغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي، والنهاردة إن شاء الله هنكلمكم على ربح النعيز البور، ونعرف إذا كان مشروع مربح ولا لا. مبدئيا كده معانا حته كلاسه زي ما احنا شايفين اهي، ما شاء الله عمر تقريبا شهرين ونص ثلاثه، حلو الكلام، لسه بترجع من امها. طيب يا عم احمد، احنا عايزين نعرف هنشتغل في المشوار ده مجزي معانا ولا لا. طبعا مبدئيا كده حته عمرها 3 شهور جيل خامس، وده اتكلمت عنه في الفيديوهات قبل كده، تربي جيل رابع عشان يجيب لك على طول جيل خامس. طيب يا عم احمد، الحته دي بتبدا بكام؟ الخامس معايا مفاطيم تمام، بيبدا اول حاجه ب 10000 جنيه جيل خامس مفاطيم. يعني ايه مفاطيم يا عم احمد؟ يعني تقريبا 3 شهور، يعني لسه ما كلتش معايا، كانت بترضع من امها، ما كلفتنيش اي حاجه، كل اللي كلفني امها هي اللي كلت وشربت معايا فقط لا غير. طيب يا عم احمد، ولدت معايا حتتين ب 20000 جنيه تمام. طيب لو جيل رابع، برضو الجيل الرابع بتعمل تقريبا في نفس الرينج ده 10000 جنيه، بس طبعا مقابل الزياده ومقابل النقصان. يعني ايه عشان نفهم؟ يعني على حسب التاليف بتاعي، حاجه كلاسيك كده شكلها حلوه زي اللي كنت شايلها دي بتبدا معايا من 10 ل 15000 جنيه. حلو الكلام؟ مفاطيم، انا كده بكلمك عمر 4 شهور 3 شهور بالكتير وبالحجز كمان. طيب معايا حته ثانيه، حته زي دي فيها كام لاتشة كده ضعيفة شوية، ممكن تعمل معايا 7-8000 جنيه تمام؟ يبقى بيبدأ معايا من 8000 جنيه ل 15000 جنيه الجيل الخامس، ودي أسعار واقعة جدا. أنا كده بكلمك في أسعار شعبية، ما بكلمكش في أسعار مزارع. أسعار مزارع يعني 20-25000 جنيه بالصاع النبي. يبقى أنا كده بكلمك في الحاجة البسيطة، بس يكون معايا جدي اصلي ومعايا جيل رابع عشان اقدر امسك الاسعار اللي بكلمك فيها دي. يبقى المشروع مربح لا مربح؟ طبعا المعزه عمرها ما هتاكل معايا في الخمس ست شهور ب 2000 جنيه تمام. يبقى معايا 2000، ولدت معايا يا عم قول كلب بثلاثه، هم لو كلمك على امهم كلب ب 3000، جابت لي حتتين رضعتهم تاني ب 3000 جنيه. ادي الام كلها اتصرفت عليها كام؟ 6000 جنيه في الدوره بتاعتها، 6000 جنيه جابت لي حتتين ب 20000 جنيه، مكسبي تقريبا 14000 جنيه. كده كلمتك في حتتين تقريبا اللي هو 8 شهور، جابت لي معايا حتتين كسبت 14000 جنيه في كام؟ عندك في 8 شهور 14000 جنيه. ده طبعا يا بلاش، لو عندك 10 حتت طبعا الربح هيزيد معاك جامد جدا. يبقى المشروع الماعز البور بيكسب ولا لا؟ بيكسب معانا، والاسعار بتاعته حلوه جدا، ولو اكلت علف بس انت برضو كسبان، اكلت اعلى نوع من انواع العلف ده طبعا هيعود عليك براحه في التربيه، هيعود عليك بمناعه عاليه، هيعود عليك بطاقه اعلى مع المعيز، هيعود عليك بمواليد صحتها اقوى وتحويلها اعلى. حلو الكلام كده، انا بجيب علف مضغوط سعره غالي شويه معاك، بس عشان انا مكسبي اعلى، ربحي اعلى، فما بحسش معايا بفرق السعر. يعني واحد يقول لك ايه وفر معايا في العلف عشان العمليه تكسب، ما هو انت عايز توفر في العلف عشان بتبيع رخيص، انت اصبح دلوقتي هتشيل المنظومه دي من دماغك. لا ليه يا عم احمد؟ ان انت بتاكل غالي فبتبيع اغلى، فعندك برضو كده كسبان، والحاجه بتاعتك كلها بصحه جيده. عمر طبعا الاكل الرخيص هيديك زي الاكل الغالي، لا مفيش الكلام ده. الرخيص ده عندك بيجيب لك كل الامراض، كل البكتيريا، كل الفيروسات، كل مشاكل المعده، اللبن بيقل، كل ده مع رخص الاكل. طبعا لو جبت الاكل رقم واحد هيديني عكس اللي هو رقم صفر، يبقى انا هاخد مناعه عاليه، هاخد جوده عاليه، هاخد لبن عالي، هاخد مواليد بصحه حلوه، القطيع بتاعي هيزيد عشان باكل علف رقم واحد. زائد كده يبقى انا باكل غالي، طب انا عايز ابيع غالي. انا بقول لك انت هتبيع غالي، لاقل حته هتبيعها ب 10000 جنيه، وعلى شرط هيبقى محجوز.
طيب يا عم احمد انا واحد بضرب على نفسي مثال اهو، انا عندي حتت عندي عيش، عندي عيش من البيت محجوزه. حلو الكلام، ليه؟ باكل حاجه نظيفه وفي نفس الوقت مساحه غير. تيجي انت تشوفها عجبتك الحاجه، بقول لك الحته دي ب 10000 جنيه بتمسكها ما بتسيبهاش. لاقي فيها كل المواصفات، لاقي فيها تقريبا 15 كيلو، 15 هنقول في 200 عندك بس في سكه 3000 جنيه هي واقفه كده لسه بترضع. دي في خلال 3 4 شهور هتبقى عامله ازاي؟ بتجيب حقها لحم على الاقل، لو هبيعها لحم بعد 7 8 شهور. تمام؟ يبقى ما اختلفناش ان الماعز البور معايا ربحه عالي جدا. انا اديتك نموذج صغير كده عشان تبقى عارف. في دراسه جدول، في دراسه جدول هنعملها مع بعضينا ان شاء الله الفتره اللي جايه، وهنعرف نعمل ايه وناكل ايه ونشرب ايه والمكسب التوتال بتاعه من اول ما الحاجه بتتولد او من اول ما الحاجه بدخلها لحد ما بتخرج معايا. وطبعا هنتكلم في الخسائر كلها. انا كده كلمتك المكسب والخسائر، لما قلت لك بتولد حتتين ده اقل حاجه في البور. اقل حاجه دي اول ولده ليها اثنين. البور معروف بالتوائم الكتير، يعني ثلاثه واربعه دي بتحصل عادي جدا مع البور، ان البور باربع حلمات والذكر الكيستين تمام في كيس واحد، يعني بيقول لك نسبه التوائم بتاعته عاليه. انا كلمتك على حتتين بس، لا قدر ولد اربعه اثنين ماتوا، وقدر الله ولد الثلاثه واحد مات، فاثنين دي هتبقى اساسي معاك ان شاء الله وباذن الرحمن. لو كنت استفدت بالفيديو وعايز معلومات اكتر عن الماعز البور تمام، ولو عايز جديان متاح عندنا من ثلاث شهور جيل خامس وجيل سادس، حاجات ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. هنجيب لك مثلا جيل خامس اهو، معايا لسه صغير بيرضع معايا اهو ما شاء الله، تقريبا اربع شهور ما زادش عن كده تمام. معايا برضو حته هنا فرنساوي ده امه فرنساوي وابوه بور برضو معانا. طب هتقول لي التوتال الحاجه دي بتعمل كام يا عم احمد؟ هقول لك ببيع لك ب 10000 جنيه الحته زي ما انا لسه قايل بالظبط، ب 10000 جنيه الحته. كسبان من وراها؟ كسبان 100%، مش هقول لك مش كسبان. ببيع الحته ب 10000، هي عمرها ما كانت معايا 10000. طب متاكد يا عم احمد؟ متاكد العلف مظبوط زي ما انت شايفه؟ برايح دماغي ولا بروح اجيب خلطه ولا بعمل ولا بسوي بروتين 18 املاح معدنيه طاقه، كل حاجه محسوبه ومحطوطه في قلب العلف المضغوط. هي المعيز بتاعتي بتاكل، ما بشيلش هم العلفه، ما بشيلش هم اي حاجه، مش اختراع هو ولا سحر. اديني بروتين زياده، حط لي قمح كتير، حط لي شعير كتير، حط لي فول صويا، حط بنرجع نبوظ الخلطه. طب هات لي شويه ملح، هات لي شويه سكر، هات لي شويه خميره، كل الشغل ده بيتوهك وفي الاخر ما بتطلعش معاك الخلطه مظبوطه. فانا لما اجيب علف مضغوط في ابحاث اتعملت عليه، في معامل اشتغلت عليه، في دكاتره اشتغلت عليه، فبيديني الجوده الصحيحه. اشتغلت انا بيه شهر اثنين لقيته جايب معايا نتيجه، ليه ما اشتغلش بيه على طول؟ يبقى انا كده نجاحي رقم واحد. رقم واحد يبقى اشتغل الماعز البور هو رقم واحد، اشتغل بعلف رقم واحد هبقى انا رقم واحد. ليه اشتغل برقم اثنين ورقم واحد موجود؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.